طريقة استيراد جميع بياناتك من متصفح جوجل كروم إلى متصفح مايكروسوفت إيدج. في الكثير من الأحيان قد ينتقل أي شخص من متصفح جوجل كروم إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، ولكن لا يريد أن يخسر هذه البيانات مثل المحفوظ في المفضلة أو كلمات السر المخفية المحفوظة أو أي شيء لا يريد خسارته. لذلك في الكثير من الأحيان قد يحتاج البعض منا إلى نقل هذه المعلومات إلى متصفح مايكروسوفت إيدج. واليوم جئت لكي أساعدكم كيف تقومون بنقل جميع بياناتكم بطريقة سهلة إلى متصفح مايكروسوفت إيدج. أولا، كل ما عليك فعله هو التسجيل الدخول في جوجل كروم. لا تنسى تسجيل الدخول لكي تظهر جميع بيانات حسابك في جوجل كروم مثل المحفوظ في المفضلة وكلمات السر المحفوظة وكل شيء. كل ما عليك هو تسجيل دخولك، وبعدها سوف تدخل مباشرة إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، وسوف تتجه إلى هذه النقاط الثلاثة في الأعلى، ثم تذهب مباشرة إلى إعدادات أو سيتينج هذه، وبعد ذلك سوف يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى حسابك مايكروسوفت على متصفح مايكروسوفت إيدج. ثم بعد ذلك، بعد الوصول إلى هنا، سوف تضغط على Import Browser Data هذه الخيار، ثم بعد ذلك سوف تختار هذا الخيار Import from other browser، ثم تضغط على Choose what import، وهنا أين تختار، هنا تختار متصفح جوجل كروم. نعم، هذا هو البروفايل. إذا كان لديك أكثر من بروفايل في متصفح جوجل كروم، يمكنك سحب أي بروفايل تريد، وهنا يقول لك ماذا تريد أن تجلب من المتصفح الفابوريت أو المفضل أو الكلمات السر المحفوظة أم والمعلومات الشخصية، معلومات الائتمان أو البطاقة الائتمان، الهيستوريك أو سجل الإعدادات، وحتى الإكستنشنز والأوبن تابس. أي شيء يمكنك سحبه بالضغط مباشرة على امبورت، سوف يقوم بسحب كل هذه البيانات من متصفح جوجل كروم عفوا إلى متصفح مايكروسوفت إيدج، وسوف تظهر معك هنا على هذا الشكل كما تظهر معي أنا، وبشكل رائع يمكنك سحب جميع بياناتك بدون أي برامج أو أي شيء. المهم، إن استفدتم من هذا الشرح، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وإذا كان لديكم أي شيء، أي تساؤل عن أي شيء، اكتبوا لي في تعليق وأنا سوف أبحث لكم عن الحل وعن المشكل. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.